السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كي درتوا مع رمضان؟ إيه والله يقبل منا الصيام ان شاء الله يا ربي، ويدوز هذا الشيء اللي بقى على خير يا ربي. اليوم غادي نحضر معكم كيش مالح. بسم الله، ندوزوا الطريقه. عندي هنايا غادي نعبر بالكيسان، غادي ندير جوج الكيسان ونص ديال الدقيق. هنايا غادي ندير شويه ديال الملحه مع الكيش مالحه، ضروري نديرو شويه ديال الملحه. وهنايا غادي ندير الزبده. بسم الله، هنايا غادي نرمل هاد الزبده مع الدقيق مزيان، نخدمهم مزيان مزيان مزيان. دابا غادي نضيف البيضة، بيضة وحدة. بسم الله، غادي نزيد ضروري نزيد شويه ديال الماء اللي يجمع ليا الكيش. بسم الله، والماء غير دافئ بارد زعما ماشي صافي. نجمعها ونتلاقى معكم دابا شويه ان شاء الله. لاباطا هي جمعتها، دابا غادي نديرها في الفيلم اليمونتير ونخليها تستراح، وندوز نوجد الحشوه اللي غادي نعمر بها الكيش ان شاء الله. هنا بالنسبه للحشوه باش بغيت نعمر الكيش، درت هنايا ثلاثه ديال البطاطات قرطتهم هكا طريفات صغار مرصويات صغار، ودرت الملحه وخليتهم يتسلقوا. ها هي لاباط استراحات. دابا غادي نديرها في هذا المول، غادي نديرها ندلك. بسم الله،
صافي نحتفظ بهادو ندير شي وحده صغيره ما نضيعهمش، نجيبهم هنايا وندوك ندير الفرشيطه ندوك هاد لاباط باش ما تنفش باش تبرد مزيان. يعني درت لها الفرشيطه كويسه باش ما تنفخش. وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو ما تنساونيش من لايك، اللي باقي ما دخل عندي القناه نقول لي مرحبا بك ادخلوا شرفوني. دابا هنايا غادي ندير هنا هنايا بطاطا نسرحوها مزيان، وهنايا عندي جوج علب ديال الطون حيت ليهم الزيت نخدمهم هكا مزيان. دابا غادي نخلط مزيان هنايا جبلي والطون، يعني خدمتهم مزيان هكا صافي. دابا غادي نضيفو هنايا في الكيش نحاول نخدم هكا مزيان. هنايا درت شويه ديال الفرماج احمر وشويه ديال الفرماج الموتزاريلا ودرت شويه ديال قزبور ومعدنوس، وهنايا غادي ندير شويه لا كريم اللي غادي نخلط بها الكيش. صافي نكب هكا في الكيش نعمر مزيان الجناب. هنايا غادي نحضر معكم فطائر مالحين، هاديما كنديرهم في القناه عاديين ديما نفس الطريقه ونفس المقادير. هنايا بسم الله تندير بعدا نديرو الخميره هي الاولى، بسم الله نديرو معلقه كبيره ديال الخميره كنضيفو فيها وحده ديال الخميره الحمراء، نديرو شويه الملح مع نديرهم مالحين ضروري من الملحه، نديرو الملحه في الجنب، كاس ديال الحليب دافي، بسم الله ونخلط هادشي مزيان. هنايا عندي ياغورت طبيعي نحركو مزيان ونضيفو على هاد الخليط، بسم الله مزيان. يعني الزيت كيف شتو يكسر النار وما عمرش بزاف. وهنايا الدقيق غادي نبدا ندير الدقيق تيجمع ليا هاد الخليط، بسم الله ساهلين هاد الفطائر وتيجيو زوينين وعشاش. هنا الدقيق ما عرفش شحال بالضبط وانما تتجمع لينا نحصلوا على القوام اللي بغينا. صافي هنايا هي العجينه جمعتها تنحصلوا على هذه العجينه هكا رطبه. صافي دابا غادي نخليها تستراح مزيان تخمر عاد نشكلها ان شاء الله.
هي العجينة خمرات، دابا غادي نشكل، خرج منها بعدا الهواء. ندير بحال شكل كوميلات صغيرين، نديرهم على هاد الطريقة هكا. بسم الله، هي الطاورة درت فيها مرق الطهي، هنايا درت صفر ديال البيض وشويه ديال الحليب وشويه ديال القهوه، وهنايا غادي نشرط هادو هكا. تنديري هاد الكوردون وتنبدا نشرطهم هكا. صافي هنايا ندهن ليه، بسم الله. هما بعد ما خرجوا من الفران هما راه تيخرجوا هشاش وزوينين، دابا غادي نعمرهم ونتلاقى معكم ان شاء الله. هنا غادي نعمر هاد السندويتشات، غادي ندير هنايا فرماج. وغادي ندير هنايا عندي الخس، وصلتو ونشفتو. وهنايا عندي لا دان دو فيمي شرائح، غادي نعمرهم هكا ونحطهم. ها هي الكيش اللي حضرت معكم، ها هي كتجي زوينه وبنينه. نقطع لكم طريف، بسم الله.
كلشي على هذا الشكل تبارك الله، راه مرة بلا كريم الفرماج. نتمنى هذا الشكل اللي درت في الكيش يعجبكم وديروا، راه تيجي بنين وهائل. وهنايا هاد الفطائر اللي عمرتهم ب لا دان فيمي والخص، ها نتوما راه تيجيو زوينين ومشفشين. هاد جوج الاطباق اللي درت اليوم عجبوكم، ما تنساونيش من لايك، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.